وينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أشرف العشري الكاتب الصحفي. تحياتي لك أستاذ أشرف. مساء الخير يا فندم. مساء النور. تابعت طبعا أكيد الجلسة النهاردة، تخريج دفعات الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب، وكان المشهد مشهد الحقيقة مشهد رائع إن احنا نشوف نتائج الأكاديمية وجهودها على مدار السنوات الماضية. برأيك كيف استطاعت الأكاديمية خلال هذه السنوات أن تصبح منصة قوية لتخريج الشباب في يعني الوظائف القيادية أو تدريب المختلف القيادات في الدولة؟ مساء الخير. بكل تأكيد الصورة اليوم عكست نجاح ورهان الرئيس عبد الفتاح السيسي على الشباب المصري باعتباره عمارة الدولة المصرية ومستقبل الواعد لهذه الدولة، عندما راهن منذ اللحظة الأولى على مدار السبع سنوات الماضية بالتركيز على جيل الشباب وإتاحة الفرصة وإتاحة كثير من إمكانيات المؤهلات لخلق جيل واعي يتمتع بتسييب مقاومته ومؤهلات القوة والنجاح في القيادة والإعداد والتأهيل لجيل ادخالهم في دولاب العمل الدولة المصرية وفتح الأفاق والأفق أمام هؤلاء العقول من النوادغ لإمكانية الاستفادة بهم في إحداث الطفرة التي عاشتها مصر من برامج إصلاح اقتصادي وسياسي وتنموي في السنوات السبع الماضية ولغ ذروتها بإنشاء الأكاديمية المصرية والبرنامج الرئاسي لنهاية الشباب. أعتقد ما شاهدناه اليوم كانت صورة مقترحة إيجابية للغاية، عكست حجم مجمل النجاحات وكانت بقورة جهد على مدار الخمس ست سنوات الماضيه منذ انشاء الاكاديميه لتاهيل وتخريج هؤلاء الشباب ليس فقط في مصر لكن حتى على مستوى دول الجوار ودول اقليم الشرق الاوسط وحتى دول العالم الذين حضروا دورات تدريبيه وحصلوا على شهادات التفوق والامتياز في هذه الاكاديميه. وما تم طرحه اليوم يعبر على ان الرهان والخيار على جيل الشباب كان خيارا صائبا، واعتقد انه كان ولاده وخبره وايضا مفاداه جهد وتعب من الدولة لإعداد هؤلاء الشباب وأيضا إقامة وتأسيس هذه الأكاديمية باعتبارها أنها تمثل ولادة للنوادغ جيل من الشباب من هذا الجيل الصاعد الذي يتمتع بكثير من مقاومات ومؤهلات التدريب والتقنية وأيضا العصرمة التي من خلالها تستطيع مصر أن تضع أعتاب الأقدام على مستقبل واعد ومزدهر نحو العبور للمستقبل، ويتزامن مع احتفالات المصريين بتدشين العاصمة الجديدة أو ما يعرف بالجمهورية الجديدة التي من خلالها سيكون لك ولادة دولة جديدة في مصر يستطيع المصريين أن يتفائلوا ويتجهوا مسارات النجاح، وأعتقد يقدموا صورة واقعية وجديدة وحضارية عن الدولة المصرية ومبادراته وما حرس فيها وما هو منتظر متوقع لنمو بازغ في مسارات الحياة في هذه الدولة العصرية أي الدولة المصرية. طب أستاذ أشرف، أحيانا يعني هناك بعض الدول الأفريقية والعربية تكون دول فقيرة ولكن شعوبها تكون غنية، غنية لا أعني الغنى المادي ولكن غنى الشباب، غنى الأفكار، غنى الابتكارات. كيف يمكن استثمار هذه الطاقات الشبابية الغنية بأفكارها وبإبداعاتها لتغيير واقع هذه الدول إلى واقع أفضل ومستقبل أفضل؟ أعتقد الإجابة على هذا التساؤل ما شاهدناه على مدى أربعة أيام في النسخة الرابعة لمؤتمر الشباب ومن قبل ثلاث نسخ جادة وعميقة لحجم النجاح الذي أهلته مصر لجيل الشباب ليس فقط حتى في مصر لكن على المستوى الإفريقي والعربي والشرق الأوسط وحتى على مستوى دول العالم. هؤلاء الشباب يشاركون من كل قارات دول العالم، استطاعت مصر أن توفر لهم المناخات وهذه الأجواء من الاجتماعات ومن ورش العمل ومن الجلسات الرئيسية بعناوين بالغة الأهمية وعناوين رئيسية لقضايا وتحديات تواجه المجتمع الدولي وستواجه حتى المنطقة، وبالتالي هذه الاختيارات وهذا الخيار وهؤلاء النوعية من الشباب وأيضا توفير كافة الاستحقاقات واللوجستيات الخاصة باستضافة هؤلاء الشباب في هذا المؤتمر العالمي في نسخته الرابعة الذي تفوق وكان لديه حضور متميز ومتميز أيضا في هذه الدورة انما يمثل نوع من النجاح للدولة المصرية باعتبار ان هذا المؤتمر اصبح منصة دولية تستطيع بما تتخذه من قرارات ومقتضيات ان تؤهل الامم المتحدة والمجتمعات والحكومات الدولية للاسترشاد او الاستشادة بها في صياغة افكار ورؤى لمجابهة تحديات دولية لقضايا بالغة الاهمية كالرقمنة كالعصرية مكافحة كوفيد 19 الطاقة البيئة الصيغات المناخية الحوكمة الإرادة الرشيدة
هذه عناوين تمثل صلب وجوهر تحديات الواقع الراهن والمستقبل القريب لدول وشعوب وحكومات المجتمع الدولي، وبالتالي في القلب منها جيل الشباب. هذه القضايا وغيرها وما شاهدناه وما تبعناه ورسائل الرئيس في كل الجلسات التي عقدت للمجتمع في مصر والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ولشعوب المنطقة وحماية الأوطان، وأيضا تثبيت ركائز الدولة الوطنية في إقليم الشرق الأوسط في العالم العربي بعد ما حدث في السنوات الماضية، أعتقد أنها كانت رسائل بلغة الأهمية تؤخذ في الاعتبار من أجيال أو الجيل الحالي في مصر والأجيال القادمة، وحتى فيما يتعلق بشباب الإقليم، لأننا واجهنا حروب عاتية لعبت دورا سيئا في تفكيك كثير من دول الإقليم. أراد الرئيس أن ينشر هذه الرسائل لجيل الشباب ليأخذ في الحسبان وفي الاعتبار وضرورة أن يكون لديه اليقظة والحذر بضرورة تمكين الفكر والرؤى في استحكامات العقل نحو الحفاظ على الدول والدولة الوطنية في كل دولة من دول الإقليم. وبالتالي الرسائل في مجملها رسائل إيجابية وطبيعية وصلت بشكل شفاف وإيجابي للغاية، ولقد صدى بدليل اهتمام وسائل الإعلام على المستوى الدولي والإقليمي بحجم الرسائل التي خرجت من القيادة ومن مؤتمر شرم الشيخ باعتبار أنه حمل أفكار ورؤى جديدة وولد قناعات خلاقة لاستحكامات العقل في المرحلة القادمة لبناء الدول والشعوب وإحداث النمو والازدهار المطلوب. واعتبر النموذج المصري كان نموذج مزدهر يمكن الاستفادة والتعويل عليه في ولادة كثير من النجاحات في قادم الأيام عبر مجموعة من المشروعات العملاقة يساهم فيها الشباب المصري بكثير من العقول المنفتحة اليقظة التي استطاعت ان تولد نجاحات الدولة. استاذ اشرف، تحدثت عن الرسائل التي يعني ارسلها السيد الرئيس خلال هذا المنتدى، وهناك من ضمن هذه الرسائل حديثه عن قضية الوعي، تحدث مع الصحفيين الاجانب عن قضية الوعي واهتمام مصر بقضية الوعي من خلال منظومة متكاملة تبدا من الأسرة والمنزل مرورا بالمدرسة والجامعة والمؤسسة الدينية والمجتمع ككل. كيف ترى يعني اهتمام مصر بهذه القضية، قضية الوعي، ويعني أثرها على أرض الواقع؟ بكل تأكيد هذه القضية تحظى اهتمام كبير في الخمس أو ست سنوات الماضية، ما في إطلالة أو حديث أو حضور الرئيس السيسي سواء في المؤتمرات المصرية أو حتى على المستوى الخارجي إلا وعرف أن الرسائل تتعلق بتنمية الوعي، وضرب نماذج عديدة وشدد طيلة جلسات وأيضا الجلسات الحوارية والعصف الفكري مع الشباب لما كانت تواجهه الدولة المصرية وصفتها تنجح باقتدار وكفاءة في الولوج نحو التقدم والازدهار والنجاة من كثير من بعض الفتن التي تسبب فيها أعمال غير مقبولة ومرفوضة رفضها المصريين. أعتقد قضية الوعي تحظى باهتمام كبير باعتبار أنها تحافظ على الدول والشعوب في نفس الوقت تحمل أوطان وتوفر السلامة ليس فقط حتى على المستوى الأمني لكن حتى على مستوى الفكر والرؤى والطرح والعقيدة لجيل الشباب حتى يتمسك بزمام المبادرات من أجل الحفاظ على الأوطان. ولدينا في مصر نماذج بارعة في السبع سنوات الماضية بعد ثورة 30/6 واستطعنا أن نواجه كثير من المطبات وأيضا كثير من التحديات باقتدار وكفاءة في قيادة البلاد وخلق أجيال واعدة وواعية من الشباب ساعتها تلعب دورا كبيرا عبر برامج التثقيف ومؤتمرات الشباب والاكاديميه والبرنامج الرئاسي وغيرها من البرامج والحوارات واللقاءات والزيارات المتعدده وحجم الجامعات التي انشئت في مصر السنوات الماضيه والتخصصات العصريه التي اضيفت داخل الجامعات من خلال تنميه الوعي لخلق جيل متعلم مثقف عصري يمتلك مقومات ومؤهلات القوه التاهيليه والتعليميه حتى يستطيع ان يشارك بكثير من الاريحيه والحضور والكفاءه والاقتدار في صياغه وبناء رؤى المستقبل للعبور لدولة المستقبل ودولة الجمهورية الجديدة في مصر. وأعتقد أن هذا الأمر نجم ثماره اليوم في حفل التخريج وفي مؤتمرات الشباب وما هو قادم من مشروعات طموحة وعصرية ستلبي طموحات المصريين في بناء وطن ومستقبل واعد ومزدهر للمصريين بفضل آراء ورؤى بازغة لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على صياغة وصولة العقلية المصرية وخاصة جيل الشباب في هذا الشهر. أستاذ أشرف، أيضا من ضمن التوصيات التي طرحت توصية لمنظمة الصحة العالمية بتبني مبادرة للاعتراف المتبادل باللقاحات، كيف ترى هذه التوصية في ظل اهتمام مصر أو قيامها بمبادرات عديدة جدا في مجال الصحة وحرصها على يعني المبادرات الصحية ليس فقط فيما يعني في الداخل ولكن أيضا في المحيط الإقليمي؟
اعتقد لك اسئله عديده طيله الايام الماضيه في الاربعه ايام الماضيه كان اخرها بالليل في الجلسه الخاصه بشراكه التنميه عندما قال الرئيس واجاب على كثير من التساؤلات ان مصر منذ اللحظه الاولى استطاعت ان توازن بين الاحتياطات الطبيه والغلق المتدرج وايضا توفير كافه الامكانيات الصحيه بمبادره 100 مليار جنيه منذ اللحظه الاولى في عام 2020. اعتقد ان هذا كان نموذج خلاق لدوله واعيه لدي الامكانيات قررت ان تطوعها نحو الحفاظ على حياه البشر وفي نفس الوقت تضمن فتح سوق العمل بشكل متدرج وتوفر كافه الامكانيات الطبيه وتتلقى ايضا وتتعامل مع كل ما استطاعت البشريه ان توفره من لقاحات. وقال ايضا ان مصر كانت وما زالت على اتصال دائم كثير من الشركات التي استطاعت ان توفر اللقاحات ومعدلات الشفاء من خلال الادوات والادويه لتصديرها وتوفيرها وتصنيعها في مصر وامداد دول القاره الافريقيه ودول اقليم الشرق الاوسط بها لما تمتلك مصر من مقومات بيئه صحيه ودوائيه بالغه الاهميه استطاعت ان توفر كثير من النجاحات في المجال الطبي والصحي. وبالتالي نموذج مكافحه التسعير وفعلته مصر كان نموذج براق وبارع وبازل في الحفاظ على حياه المصريين وحتى هذه اللحظه برغم التحديات جائحه كورونا ما زالت الدوله تولد كثير من الافكار والمبادرات الرئاسيه بالاضافه الى نجاح البرنامج الاصلاح الاقتصادي. هذا البرنامج لعب دورا كبيرا وشغوفا بامكانيه مواجهه هذه التحديات وهذه الجائحه تحديدا بفضل هذه النجاحات. لولا هذا البرنامج وهذا النجاح اعتقد كان الوضع متغير تماما وكنا طوابير عن احمد واخطاء. لكن الحمد لله بفضل برنامج المبادرات الرئاسيه وبفضل ايضا الاصلاح الاقتصادي وما اتخذته الدوله من امكانيات واحترازات ومبادرات لعبت دورا كبيرا في توفير الغطاء الواقي للمصريين صحيا وايضا طبيا في مواجهه هذه الجائحه وظروفها بالرغم من معاناه كثير من دول الاقليم ودول العالم حتى المتقدمه في هذا الشان. بالاضافه للطرح الخاص به استعداد مصر لتصنيع اللقاحات بالتعاون مع الشركات والدول الكبرى لتوفيره للدول والشعوب الناميه والفقيره، اعتقد ان هذا عمل خلاق ومبادرات ايجابيه وطيبه يسمن ويشيد الى مكانه وحضور الاسهامات المصريه في رفع المعاناه عن شعوب دول القاره الافريقيه وغيرها شعوب الاقليم. وبالتالي هذه المبادرات مبادرات انسانيه عالميه تولتها مصر بكثير من الاهتمام والرعايه ستلعب دورا في تغيير المناخات الصحيه. واعتقد ان نموذج مصر في مكافحه كوفيد لعب دورا كبيرا باعتبار الدوله نموذج بناء في الحفاظ على حياه مواطنيها وضمان فتح اسواق العمل من اجل اصلاح البناء او استمرار في الاصلاح الاقتصادي ومعدل نمو حتى لو كان مقبولا وايجابيا من 3 الى 4% وهذا في ظل هذه الظروف يعتبر نموذج ايجابي يحتذى به في المقارنه او الموائمه بين الحفاظ على حياه المواطنين والنجاح في عجله الانتاج بشكل منظم ومتدرج في هذا الشان. أستاذ أشرف، إلى أي مدى يمكن اعتبار منتدى شباب العالم نموذج لما يسمى تحويل التحديات التي واجهتنا في خلال جائحة كورونا إلى فرص ناجحة؟ علينا أن نفتخر في مصر بأن النموذج نسخته الرابعة استطاع أن يحقق نجاحات وطفرات غير مسبوقة في هذا الشأن، والأمم المتحدة بما فيها حتى كلمة الأمن العام ورؤساء المنظمات الدولية على مدى الأربعة أيام الماضية كشفت النقاب عن اهتمام وتعاطي المجتمع الدولي بكثير من الاعجاب والفخر والتقدير والاشاره بحجم النجاح في النسخ الاربعه الماضيه وبرزت ايضا في النسخه الرابعه. النسخه الرابعه كانت مختلفه وفيها كثير من التمييز والتمايز من حيث الموضوعات المتراجعه على جدول النقاش وجلسات العمل وايضا ورش العمل بالاضافه الى حاله الحوارات والعصف الفكري الذي شاهدناه طيله هذه الايام الاربعه. اعتقد ان هذا في حد ذاته مثل درجة كبيرة من الاهتمام الدولي والإقليمي وحتى على مستوى الدول الإقليم بحجم نجاحات ما حققته مصر بالنجاح يضاف إلى مزيد من النجاحات في السنوات الماضية. وبالتالي في النسخة الرابعة وجدنا عناوين وقضايا رئيسية لمجمل قضايا ملحة وضرورية وتحديات عاجلة يواجهها المجتمع الدولي حاليا كانت خاضعة للنقاش المطول عبر جلسات مطولة شاهدها وتابعها الجميع لضيوف وشباب عرب ومصريين واجانب وغيرهم استطاعوا ان يوفروا مخرجات ايجابيه للغايه يمكن الاستعانه بها في حاله استرشاديه لمقاومات هذه او مجابات هذه التحديات ابرزها على سبيل المثال جائحه كورونا وما تم صياغته من افكار وراء وتبادل كثير من النقاشات. قضيه المناخ اعتقد ومصر تستعد لاستضافه كوفي 27 في شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم
وما تم التوافق عليه مجموعة من الآليات والمخرجات سيتم الاستعانة بها في برنامج ومنهج هذا المؤتمر العالمي الدولي الذي سوف يعقد في مصر، والذي سوف يكون بداية تعاطي وانطلاقة حقيقية لمجابهة هذه التغيرات المناخية. أعتقد في حد ذاته هناك إضافات قيمة وإيجابية للغاية فيما يتعلق بنتائج ومخرجات هذا المؤتمر من خلال النقاشات الحية والمستفيضة لقضايا وتحديات يحتاج المجتمع الدولي ليس دول الإقليم أو حتى شباب الإقليم للتعاطي معها، وبالتالي هذا الأمر سيولد كثير من النجاحات في قادم الأيام من خلال هذه الطروحات بالإضافة إلى الاستعانة بجيل الشباب. هذا الجيل سوف يكون في زمام القيادة والمبادرات الخلاقة في الحكم وفي الإدارة ليس فقط في الإقليم أو المنطقة لكن حتى على مستوى الدولي، وبالتالي ما حدث من حجم النقاشات سيساهم في صقل وصياغة وثقل أفكار ولادة تلعب دورا كبيرا في مجابهة هذه التحديات وخلق معدلات من الإدارة الناجحة نحو التحول على مستوى دول العالم لمجابهة تحديات الإنسان على كوكب الأرض. وبالتالي النجاح أعتقد نجاح غير مسبوق ويضاف لمجمل نجاحات وزخم الدولة المصرية التي استطاعت في سنوات قليلة أن تنجو من كثير من الفتن والموائل، ولكنها وضعت الأقدام على الطريق الصحيح نحو دولة العبور المستقبل الواعد المزدهر للمسلمين. نعم، أنا بشكرك جزيل الشكر الأستاذ أشرف العشري الكاتب الصحفي.